أشاد جياني إنفانتينو رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم بجهود معالي الشيخ سلمان بن إبراهيم آل خليفة رئيس الاتحاد الآسيوي لكرة القدم النائب الأول لرئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم في تمرير قرار تقديم مبلغ 150 مليون دولار كدعم من الفيفا للاتحادات الوطنية، وذلك لمساعدتها في تجاوز تأثيرات فيروس كورونا المستجد. وأعرب إنفانتينو في بيان نشره الفيفا على موقعه الرسمي عن خالص الشكر والتقدير إلى الشيخ سلمان بن إبراهيم آل خليفة باعتباره رئيسا للجنة الفيفا للتطوير على التزامه في دعم توجهات الفيفا بمساعدة الاتحادات الوطنية، وعلى الدور الذي لعبته لجنة التطوير في المصادقة على تقديم الدعم المالي للاتحادات. وكان بيان فيفا أعلن أن الاتحاد الدولي سيرسل التمويل المستحق لجميع أعضائه البالغ عددهم 211 اتحادا وطنيا عن عامي 2019 و2020 كخطوة أولى في خطة الإغاثة التي تهدف لمساعدة مجتمع كرة القدم في مواجهة تبعات انتشار فيروس كورونا.